اذا كما السمو السابق انا تعبر الفرحه الهستيريه بعد فوز المنتخب الوطني المغربي. حنا ان شاء الله الحمد لله عاد دابا وصلنا من الرباط، حنا راه كنا في كازا عاد وصلنا الرباط وعاش المغرب وفرحونا بهذه النتيجه هذه ديال 4-1 وعاش الملك عاش الملك وبغينا زياش والحمد لله والله يطلق عساكر سلاحهم وديما مغرب تأهل وديما مغرب ديما مغرب وحنا فرحانين وكنتمناو الشفاء البونو شكرا لباغون فرحنا بزاف ملي فازوا المغرب وكنتمنوا دائما يبقاو في هذا المستوى ودائما مغرب الله عليهم اخويا وفرجونا حكيمي فرجنا تبارك الله عليه ونتمنوا ان شاء الله نتمنوا ان شاء الله بحال هكا نبقاو غاديين بحال هكا صولوا بلا كارمي وراس العالم كاس العالم ديالنا ان شاء الله كاس العالم ديالنا هذه البدايه مازال 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 ايه هو مبروك
المغرب وتنتمنوا نكونوا مزيانين في المونديال. ما كناش تايقين في خليل وزيت ولكن المهم كومي عطانا شي حاجه زوينه وتفرجنا ويشوف على الناس ديال كازا حيت حضروا وشجعوا المغرب وربحنا بهذاك العدد ديال الاهداف. وديما مغرب وديما العاصمه ديما الرباط ديما سله وتحيه للمغاربه كاملين. السلام عليكم. حنا فرحانين بالفوز ديال المنتخب الوطني المغربي ب4-1. ونصيحه للمدرب خيلوزيتش ما يبقاش يدخل يوسف النصيري، بغينا يدخل ايوب الكعبي حيت ايوب الكعبي احسن من اللاعب يوسف النصيري بزاف. خويا خويا فرجونا اسمع يا خو فرجونا مغاربه ونح ناضي ديما مغرب ديما مغرب ديما اربعه خويا ديما مغرب وتنديو هاد الغلبه ديال كاع الجماهير المغربيه تنمناو يديروا شي حاجه في المونديال وديما مغرب. حنا فرحانين بهذا الفوز هذا وديما مغرب وان شاء الله نمشيو لكوب ديمون قطر تونس.